طب لا احنا نكمل اخبارنا اللي بره مصر، وبعدين بقى نشوف موضوع الفته ده. وهنبدا معاكم بضوء سعودي بارز اشتغل في خدمه الحجاج الاجانب لاكثر من 30 سنه. مضوء ده توفى وغاب عن الحج السنه دي نتيجه اصابته بفيروس كورونا طبعا الله يرحمه، لكن اولاده السته قرروا التطوع ومساعده زوار الكعبه تنفيذا لوصيه والدهم. واحد من اولاده اسمه ماجد قال ان والده وصاه قبل وفاته وقال له لو حصل لي اي حاجه لازم تكمل انت واخواتك عمل الحج وتقفوا ماسكين ايد بعض لخدمه الحجاج. ومن هنا قرروا انهم يشتغلوا السنه دي لاول مره لخدمه الحجاج تخليدا لذكرى والدهم.